أهلا وسهلا فيكم في الحلقة رقم 28 من الووك ثرو لسكيرو. معكم جيمي، يلا نبدأ الحلقة هاي. بدنا نبدأ ب إذا مش أصعب تاني أصعب بوس فايت موجود في الجيم، اللي هو ديمون أوف هيتريد. أوكي، فايت صعب، فايت صعب. سكيلز شوفي لا نو شوفي معاك سكيلز اصرفهم، شوفي معاك كوينز روح اشتري فيهم ابجريد ايتمز او حولهم لشناتي. لو تيجي هون هتلاقي انه السكالبتر تاعنا مش موجود. التولز اهم تنتين تول انا برايي اللي هي السوزاكو ولوتس امبريلا، لانه هاي بتعمل بلوك للفاير دامج وهو عنده فاير دامج. والثاني المال كونتنت، المال كونتنت هي عباره عن صفيره بتعمل ستان للبيست. هلا هذا يعتبر بيست، بس الفكره بامكان استخدمها فقط 3 مرات. ليش؟ لانه اكثر من 3 مرات هو نفسه حيبطل ينعمل له ستان. البوس عباره عن 3 فيزز، فانت بفيز 1 وفيز 2 بامكانك تستخدم المال كونتنت، فيز 3 بتبطل يتاثر عليه. شوفي شغلات ثانيه ممكن نحكي عنها للفايت. تحضيرات البروستيتيك تول زي ما حكيت، سوزاكو مال كونتنت. بالنسبه لا الهيل كل شيء معك بهيل بدك تستخدمه، فعندك هدول الثنتين. فاين سنو لو ما معك او رايس روح خد، اذا خلصتها وشفت حالك راح تقتله استخدم سويت رايس بول. اذا برضو او ممكن تستخدم ديفاين جراس، واحده منهم. اوكي، لو خلصوا معك الامبلمز استخدم سيريمونيال تانتو. ما راح نعمل له بوستر دامج، ما راح يكون الهدف البوستر دامج، الهدف راح يكون الاتش بي تاعه. فاكو شوغر ديفاين كونفيتي كثير راح يساعده. غير هيك ما في شيء. هلا بنحكي على نشرح على الميكانيكس تاعته. فيز 1 بنروح لعنده من عند اشن اوت سكيرت فليمز اوف هيتريد. بالنسبه لفيز 1 وفيز 2 هم الاثنين تقريبا نفس الشيء. في عنده كومبو اتاك ببلش بايده اللي فيها فاير. اوكي، ايده اللي فيها فاير اللي راح يعمله هذا الكومبو، شايفينه ضربتين بايده، بعدين راح يعمل ستوم باجره زي هيك وحيرجع يعمل فولو اب اتاك بايده الفاير. شغله ثانيه، يعني اول اتاك هو كومبو عباره عن 4 ضربات، ثاني اتاك هو في عنده البيرلس اتاك عباره عن بحط ايده على الارض وبسحب الارض، فانت اول ما تشوف البيرلس ايتم او الكلمه اللي بتطلع الحمراء بدك تعمل جمب، لانه بس جمب. اهم ميكانيك عنده هو هذا البيرلس اتاك. الميكانيك الثاني وانت عم تضرب فيه راح يهبرج كثير، يطلع فاير راح ينط في السماء وينزل على الارض، بس ينزل على الارض بيعمل انفجار بعدين بيعمل شوك ويف. فالفكره هون بتجرب ما ينط انت بدك تركض عكسه، يعني بدك تبعد عنه قبل ما ينزل على الارض، بدك تنط بعدين تعمل تكبس روب وتروح باتجاهه، يعني بامكانك تعمل الهوك براسه وهون بتاخذ لك فري ضربتين فري، تو سوينجز فري. ممكن يعمل ستومب باجره اليمين، هاي بتعمل لها ديفليكت. ممكن يعمل لك ستومب في اجره الشمال واليمين، اذا كنت بعيد عنه راح يصير يرمي عليك فاير بولز او راح يرمي عليك خط من الفاير حيجي باتجاهك، وكثير كبير هذا الخط، فانت هون بتعمله بتنط وبرضه بتعمل روب على راسه. فيز 1 راح استخدم الشمسية لما اكون بعيد عنه، المال كونتنت راح اخليها لفيز 2 لانه زي ما حكيت ما بتشتغل على فيز 3. فيز 3 بصير يلف السيف حواليه، لما يلف السيف حواليه راح يطلع لك بيرلس اتاك مرتين، ففي المرتين بتنط عن السيف وحيعمل حواليك رينج اوف فاير ما بتقدر تطلع منه، فانت هون يا بتدم يا بتعمل له دمج يا ما بتعمل له ديفليكت اي شيء عم ما يخلص هذا رينج اوف فاير. الفايت صعب، يعني في له تشيز طبعا، لو بدك ممكن تلاقي له فيديو هاو تو تشيز وبتقتله بدون ما تضرب ولا ضربه وبدون ما يضربك ولا ضربه، بس انا شخص مش مع التشيز كثير. الفايت عباره عن جيت جود انا برايي الشخصي، فلا تدرب عليه واقتله عشان الشعور اللي راح تشعر فيه بس تقتله راح يكون كثير قوي. نبلش بالفايت. بفات ديفاين كونفيتي اكو شوجر، واول اشي زي ما حكينا هستخدم الشمسيه. هلا هون واحد من تنتين، يا اما راح ينط عليك يا اما راح يرمي عليك فاير. اوكي
هذا الكومبو الأربعة. تو ستومبس بارلف جمب. ما ضبطت. اوكي هلا حيرمي فاير على الأغلب شمسية. هيك حينط ارجع لورا جمب. هيل اب. هاي فاير بول. هاي نط ترجع جمب روز جين. عنده بضربك براسه صحيح زي هيك. هيل اهرب جمب هوب فيز وان دم. ارجع اعمل بوب. يكون معك تقريبا 5 ثواني تعمل بوب. هون استخدم الرايس والمال كونتنت. مال كونتنت مع الثلاث مرات استخدمها لا تنسى. هاي الفاير استخدم الرايس. استخدم مال كونتنت. اوكي تعمل له ستان اضرب. مال كونتنت. كمان ستان بقالي لنا مرة. ارجع لورا جمب هوب. مال كونتنت. فيس تو جن بوف. جمب ماي باد. بعد عنه جمب هوب.
باف اذا بدك ترجع تعمل باف. هاي الفاير وهيك ديمون اوف هيتريد مات اول مره بقتله وان شوت. اول مره بقتله وان اتمت. ايش بصراحه جود لك بالفايت تبا. كثير مبسوط اني ميموري هيتريد ديمون تاخذ منه لابس لزولي. اوه مات. اذا سمعته عم بحكي لك كلمه ثانك يو وولف والسكابتر تاعنا ما كانش موجود. لو تيجي هون تاخذ لامب اوف جريب واتس توتون في عنا الحجيه تحكي معاها راح تحكي لك هذا الديمون. الديمون هذا هو الشورى كان. فالسكالبتر هو شخص كاين شورى كاين تريتر. متذكرين احنا الشورى اندنج اللي عملناها اللي صار سكيرو بلش يقتل في الناس اذا انتبهتوا او اذا متذكرين. بعد فتره بتحول لديمون بصير يقتل اي حدا قدامه. ففعليا السكالبتر هذا هو واحد من واحد شورى. فعشان هيك تحول لديمون وبلش يقتل في الناس. ايش مش معقول مات بوان اتمت. فيري جود. وما استخدمتش ولا رز هذا ليش منيح. اوكي استخدم الميموري تاعته لانه البوس اللي بدنا نقاتله بعدين هذاك اللي هو تكنيكلي يعني اذا برضو اذا مش اصعب بوس تاني اصعب بوس لانه بشكل عام المنافسة مين أصعب بوس تتمحور حوالين ثلاثة فاذر أول اللي بهيراتا إستيت ديمون في هيتريد وإيشن أشينا اللي هو آخر بوس في الجيم. من هون روح على أشينا أوت سكيرت سوري روح على أشينا كاسل وروح على نير سيكريت باسج. من هناك راح نبلش في الحلقة لأنه برضو البوس هذا صراحة صعب وراح يكون في معاه إندينجز والبوس الفايت هذا برضو طويل لأنه أربع فيزز مش ثلاثة. فخليها للحلقة اللي جاي أنا هيك بقول يعني ماشي هاي الحلقة هاي قصيرة 12 دقيقة بس اوكي. عن جد جود لك مع هذا البوس. زي ما قلت لكم هو اوبشنال فايت. بإمكانك تخلص الجيم بدون ما تكتب أصلا بس أنت محتاج الميموري تاعته عشان تجيب لي تروفي. تعمل له تشيز بإمكانك تعمل له تشيز. لو تدور أونلاين في at some point ممكن تخليه ينحبس في مكان بتطلع لفوق وبنتحر فعليا. فلا هو بضربك ولا أنت بتضربه بس بصراحة أنا مش كثير مع التشيز لأنه بتخرب الجيم أنا برأيي الشخصي. فلا get good تدرب عليه شوف الميكانيكس تاعته. هلا ممكن التيبس اللي أنا أعطيتها بالنسبة بالنسبة للتولز وبالنسبة للكومبات ارتس ممكن يعني انا كومبات ارت ما استخدمته بالمرة. الاتش مونجي ما راح تكون كتير مفيدة لسبب انها كتير بطيئة. ممكن الاشينا كروسك تكون كويسة. الفلوتينج باسج ممكن تكون كويسة. انا بصراحة ما استخدمتها. بالنسبة للتولز ممكن يكون في تولز تانية احسن من هذه المراحل. شوف دور شوف شو اللي انت مناسب بالنسبة لك وgo for it بس مش مع انك تعمل له تشيز. جرب البوس. فا بدنا نجهز حالنا للبوس اللي جاي. روح جيب رايس نفس الاشي الاكس بي اصرفها مصاري بدك تعمل فارم جو فور ات. جود لك مع ديمون اوف هيتريد. كان معاكم جيمي. لو عجبتكم الحلقه لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها ووك ثرو اكتبوا لي في الكومنتس وبنشوفكم في الحلقه اللي جاي. سلام.